تبقى الصين شاغلة العالم بشكل دائم، ففي كل يوم لها شيء جديد. وآخر إصداراتها صاروخ لونغ مارتش 5 الذي أطلقته في 24 من يوليو حاملاً وحدة جديدة إلى محطة الفضاء الصينية. ورغم أن الوحدة رست بنجاح، لكن منذ ذلك الحين والصاروخ خارجاً عن السيطرة وينحدر نحو الغلاف الجوي. وما زاد الأمر ذعراً طول الحطام وحجمه، إذ يبلغ طوله 33 متراً وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طناً تقريباً، ما جعل مكان سقوطه محط ترقب لأعين الجميع. وهي المرة الثالثة التي تتهم فيها الصين بعدم التعامل بشكل صحيح مع الحطام الفضائي. ليستنفر مركز الفلك العالمي ويطلق تحذيرات وتكهنات حول سقوط الحطام الضخم خلال الأيام الماضية، مؤكدة سقوطه في 30 من يوليو. وبالفعل نشر مركز الفلك الدولي لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني، وقد تم تصويره من ماليزيا في منطقة كوتشنيغ، فيما طمأنت وكالة الفضاء الصينية أن بقايا الصاروخ عادت إلى الغلاف الجوي في حوالي الساعة 12:55 صباح الأحد بتوقيت بكين، ما يعني الساعة 12:55 مساء السبت بالتوقيت الشرقي، مؤكدة أن معظم المخلفات احترقت خلال عملية إعادة الدخول فوق بحر سولو الواقع بين جزيرة بورنيو والفلبين.